السلام عليكم، وشلونكم؟ اليوم بنبدأ بتطبيق الطريقة اللي أنا تكلمت عنها أمس في آخر المقطع، وهي كالتالي، بشرحها بالتفصيل. بنقوم باستبدال جميع أكثر الطيور، يعني مثلا الحين عندي الدجاج البلدي هذا كله، خلاص أبشيله مرة، بلغيه وبحط مكان دجاج فيومي قلد. هذا القليد هذا اول شيء بيضه غالي، يعني البيضه الحين لو دخلت موقع حراج بتحصل البيضه ب 300 و 350 الطبق. طبعا الان انا عندي من كم الحين عندي من 5 دجاج وديك واحد، بس توهم عن التفريخ، ما وقت ما وصلوا عمر الانتاج، واللي شريت الحين 3 دجاج وديك عمر انتاج، بس انا شريتهم الحين وما بعد وصلوا، شاري من خارج الرياض. وعاد بيجن اليوم، مو باليوم، بيجن بكرة، موعدهم بكرة الظاهر، الظاهر على 10 أو كذا، ما أدري بالضبط، المهم في الحدود هذه بكرة بيجوا موعدهم، وعاد بنصورها لكم بحيث أن ننتج منهن ونبيع فراخة ونبيع بيض. لأن البلدي الحين أبنظف وبغير الموية وبعلف وكل شيء، الإنتاج رخيص مرة 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 رخيص. البلدي ينفع في مزرعة كبيرة تفتح لهم الشبك، تخليهم يروحون ياكلون كل مهبه ودب من الارض، وتعلف بشيء بسيط، اما انك بتحجرهم في البيت وبتعلف ما راح تطلع نتيجه ابدا. لان البيض الطبق ب 15 ريال 17 ريال البلدي، الصوص حقه بكم؟ بريالين وبثلاثه، ما راح تستفيد. اما الصوص حق الفيومي هذا تبيعه ب 40 ريال 30 ريال الصوص، ولا تبيع الطبق ب 250 ب 300 في الحدود زي هذه. ثم بننتقل للحمام. طبعا حمام زاجل، حمام قطيفي، حمام باكستاني، كل المستويات ذي تعبانة ذي بشيلها وبخليه أكثر حمام زينة، أو حمام من أنواع اللي يكون له مستوى فخم، بحيث أنه إذا أنتج وديت السوق مو بني أخذ معي كرتون كامل، إذا وصلت السوق بعته ب 80 ريال ولا ب 100 ريال، لما وش استفدت يا أخي؟ ثم أروح أشتري بها كيسين علف ب 100 ريال، ثم طلعت ب 20 ريال هي، وعبيت بنزين ب 15، ما استفدنا شيء. لا، ابغى اذا اخذت الكرتون ورحت ابيعه في السوق احط في مخباتي 500 600، اشتري علف، العلف هو نفس السعر والبنزين هو نفس السعر وكل شيء نفس السعر، بحيث اني ارفع ميزانيه الطيور عندي. يعني الحين كل واحد له ميزانيه له خاصه وله للطيور، كل شيء له ميزانيته. ميزانيه الطيور ابغاها الآن، ميزانية الطيور أنا عندي ما فيها نتيجة، النتيجة اللي هي تطلعها أشتري بها أعلاف وش اسمها وبياضات، ولا أشتري بها أشياء لهم وعلاجات، وما وبعض الأشهر يجي فيه نقص وأعوض من عندي. أبغى، لا أبغى إيش الطريقة؟ أني أخلي لهم ميزانية قوية وراخ، يعني عشان الطيور تكون فخمة لازم أكثر الميزانية، بحيث اني اكثر لهم في الاكل، في يعني في بعض انواع الادويه في كذا، ويجي مردود لي انا شخصيا، عشان ما يصير تعبي على الفاضي كل يومين ثلاثة مدنقين ومبوبزين حك حك في البلاط وننظف ونزين ونشتغل بدون نتائج. صح انها هواية، ولكن بدام فيه هواية، يعني بنفس العمل هواية ونفس الشغل ونفس كل شيء، شو اسمه، بنطلع النتيجة هذه، بتطلع لنا فايدة. الواحد يبغى الرزق. ويلا يا شباب، ناظروا الدجاج وودعوه. طبعا انا ماني شايلها الحين لين يصل الدجاج حقي، عشان يحمي الصغار من القطاوة. ثم نعاد الدجاج هذا بيروح زي ما جاء، نفس المكان اللي جبته منه بيرجع له. وابغى منكم يا شباب انكم تكتبون لي في الكومنتات او في التعليقات اسامي انواع الحمام الفخم، علشان انا اشوف الاسعار وارتب نفسي واشتري. يعني الدجاج الحين شبه خلصنا، بس ننتظر ايش؟ انهن يجن ونشيل هذولي، خلاص يعني اتفقنا وشرينا وكل شيء، يعني كلها خلال 24 ساعة الدجاج زبط.
باقي لنا الحمام طبعا بنحط الحلقة هذه طريقة الربح بالطيور في المنزل، وبنحط هذه الحلقة رقم واحد، ونحط الحلقة الثانية إذا جبنا الحمام وكذا نخليها رقم اثنين. طبعا بتصير هذه الحلقة رقم واحد، وبيصير فيها يمكن حلقة بكرة بتصير يعني مشاهدة الطيور الدجاج الجديد إذا جبناه، وما راح نتكلم عنه، يعني بنتكلم عن طريقة أول ما تجيب الدجاج وش تسوي به وش كذا وش ما كذا والبرامج هذه بس. والحلقة اللي بعدها إن شاء الله إذا لقينا الحمام بنجيب الحمام إن شاء الله، ولا خلاص نخليها هي حلقة واحدة وبس، لأن يعني أنا الحين تكلمت أنا على الدجاج وعلى الحمام بوجه واحد في حلقة واحدة تكلمت، قلت الحين دجاج نغيره ونستبدله نجيب نوع أفضل منه عشان نحصل منه منتوج يصير إنتاجه غالي، والحمام الزين بيطلع منه إنتاج زين زي اللي يزرع بصل وشو بيحصد؟ زعفران بيحصد بصل، صح ولا لا؟ والبصل روح شفه وش الكيس ما تقوى تشيله ب5 ريال وب12، والزعفران علبته صغيرة وشوف كم هو بهالأصلي. يعني المثال اللي بنطبقه، تزرع بصل بتحصد بصل، بتزرع زعفران تحصد زعفران. حنا الطيور هذه تجيب مستويات زي هذه بلديات وكذا ما فيهن انتاجات وما فيهن، ولكن ركزوا على كلمة ولكن، ترى ولكن دي خطيرة فعلا خطيرة. ولكن لو جبنا مثلا الدجاج الأنواع الزينة والحمام الأنواع الزينة وصار ما صار ما ينتجن قوة، هنا المشكلة صح؟ ولكن على حسب قراءتي واستطلاعات واستكشاف وكذا 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 وكل شيء واستخدام مخي، طبعا انتم عارفين مخي المايل استغفروا، عارفين مخي يعني وكذا وطريقتي واسلوبي، ان شاء الله نوريكم الانتاج، نطلع انتاج زين والامور زينة. غيرنا ذا البلاط، ركبنا لهم سيراميك، حطينا لهم طاولات وكراسي، خلينا الديك ياكل بالملعقة والشوكة. يلا جاك القوقسي. حصل تعليق شوي في الكاميرا بس يعني ما غير شيء. أحس الديك يقول للدجاج والمقشكم يلا والمقشكم يلا جمعوا قشكم يلا بنمشي، أحس كذا يعني. أصلح أحط برامج أطفال، بمشي ولا علم أحد، اديك شكله يقول كذا معصب، الدجاجة تقول ما طايرين شيء ما طايرين شيء، بنتولى بنمشي بكرة يلا. ترى إذا هفف جنحانه زي الرجال إذا دخل يده في مخباته طلع مفتح السيارة يلا بيمشي. المهم وصلنا إلى نهاية المقطع، بيض الله وجيكم، ما قصرتوا، سامحونا على المزح شوي وما قصرتوا شباب، كثرون اللايكات، ها كثروا كثروا اللايكات، لا تقصرون معنا في اللايكات، لكم ما قصرتوا معنا في اللي قبل، ما راح تقصرون لايكات تعليقات، ترى انا اكثر تعليقات احط قلوب 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 وامشي لين يفتح بسرعه وعدزه، لو في اسئله او شيء حطوها عشان اجاوب عليها بعد، اسوي لي كم يوم اسوي لي حلقه زي اللي قبل حلقه اجابه على الاسئله. يلا سلام عليكم.